مرحبا بكم في قناة الإدارة الرياضية في الجامعة الأمريكية في الإمارات. معانا الدكتور عامر فاخوري. أنا الدكتور عامر فاخوري، نائب عميد كلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات. نرحب بك ونقول لك أهلا وسهلا معانا. أهلا وسهلا فيكم وأيضا بمتابعينا ومشاهدينا. دكتور، راح نسألك أسئلة اليوم. السؤال الأول، لو تقولنا ما هو القانون الرياضي؟ شكرا لك أختي على هذه الاستضافة الكريمة، وبتمنى أيضا الفائدة للجميع. شكرا، هذا سؤال حقيقة مهم المتعلق بالقانون الرياضي. الجامعة الأمريكية في الإمارات وتحديدا كلية القانون ارتأت منذ تأسيسها على أن تختار أفضل التخصصات والتي يحتاجها أيضا السوق، فلهذا سبب تم اختيار برنامج الماجستير المهني في القانون الرياضي. هذا البرنامج يغطي احتياجات السوق نظرا للاحتياج الكبير لهذا التخصص ونظرا لندرته، حيث أن الجامعة الوحيدة في المنطقة التي تقدم مثل هذا البرنامج هي الجامعة الأمريكية في الإمارات. جميل جدا دكتور، هل تظن أن سوق العمل في الإمارات يحتاج بكمية كبيرة لهذا التخصص؟ شكرا أستاذ على هذا السؤال. بكل تأكيد، عادة الجامعات عندما تطرح برامج متخصصة في القانون بغض النظر عن تخصص، عادة تقوم بإجراء بعض الدراسات من أجل معرفة احتياجات السوق، وبكل تأكيد جامعتنا قامت بهذه الدراسة من خلال مكاتب متخصصة، وتبين بكل تأكيد أنه هناك احتياج واضح لهذا التخصص، والذي يؤكد على ذلك أنه العدد الكبير من الطلاب الذين التحقوا بهذا البرنامج يؤكد على أهمية هذا البرنامج، حيث أن غالبية الطلبة الملتحقين بهذا البرنامج من قطاعات رياضية مختلفة، سواء كانت من الأندية، سواء كانت من المراكز الشبابية، سواء كان الحكام وغيرهم من المتخصصين في الشأن الرياضي. إنزين دكتور، هل تشجع العنصر النسائي أنه يلتحق في هذا المجال؟ شكرا على هذا السؤال. في موضوع العنصر النسائي ومدى التحاقه في برنامج القانون الرياضي، مما لا شك فيه أنه الإمارات بشكل عام هي من الدول الرائدة جدا في تمكين المرأة وإعطاها حقوقها، فبعيدا نوعا ما عن الجوانب الرياضية، على سبيل المثال الإمارات اتخذت وقامت بسن مجموعة من القوانين ومجموعة من الأنظمة التي تعطي المرأة الكثير من الحقوق. على سبيل المثال، دخل القانون الإماراتي حيز التنفيذ الذي يجعل تقسيم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تساويا بين الرجال والنساء، وقد دخل قبل عدة أيام حيز التنفيذ، حيث أصبحت المرأة تمثل نصف المجلس الوطني الاتحادي، وهذا دليل على أهمية المرأة في الإمارات. بكل تأكيد الجانب الرياضي ليس بعيدا عن هذا التوجه، فهناك الكثير من المتخصصات في الشأن الرياضي، منهم مذيعات على محطات فضائية معروفة، فبكل تأكيد أنا أشجع العنصر النسائي أن يلتحق بهذا البرنامج. جميل جدا دكتور. آخر فقرة عندنا في هذا اليوم هو أنك تختار واحدة من هالكور، فأي كرة تختار؟ أنا بختار كرة السلة. لو تتكلم لنا أو تشجع الطلاب لماذا يجب أن يدخلوا هذا التخصص؟ شكرا أستاذ على هذا السؤال. بكل تأكيد أنا أشجع الكثيرين على الالتحاق في برنامج القانون الرياضي نظرا لأهميته ونظرا لتخصص المواضيع المهمة التي يتم معالجتها، فهذا البرنامج يعالج ويناقش قضايا تطبيقية عملية يحتاجها سواء كان رئيس النادي، سواء كان اللاعب، سواء كان المحترف الرياضي. الموضوعات التي يتم مناقشتها في هذه البرامج هي موضوعات متخصصة جدا تواكب العصر، فبكل تأكيد الفائدة القانونية والعملية التي سوف يحصل عليها الطالب بعد انتهائه من هذا البرنامج بكل تأكيد سوف تكون فائدة عظيمة جدا. شكرا. نشكر الدكتور عامر فاخوري على تواجده اليوم في هذا اللقاء. يمكنكم الاشتراك من خلال سبسكرايب أو لايك على قناة الإدارة الرياضية من الجامعة الأمريكية في الإمارات، ونرجو منكم أن تنضموا إلى تخصص القانون الرياضي بالعربي أو الإدارة الرياضية بالإنجليش. كانت معكم سارة الكثيري، نلتقي معكم في لقاء قادم.